يقول صلاة العصر في بريطانيا لها أذانان، علما بأن الأغلب أي أغلب المساجد هناك جالية أسيوية، وأنا لا أعلم على أي مذهب من المذاهب الأربعة هم، وعلى أي أذان أصلي. كيف؟ يقول صلاة العصر في بريطانيا لها أذانان، علما بأن أغلب المساجد فيها جالية أسيوية ولا فيها جالية إيه؟ أسيوية، ولا أعلم على أي مذهب من المذاهب الأربعة هم، وعلى أي أذان أصلي. يا أخي ما كل المذاهب، صل على الوقت، إذا دخل التوقيت فصل، اتبع التوقيت في البلد، فإذا دخل الوقت حسب التوقيت فصلي ما صلاة الفريضة، إن كنتم جماعة تصلون جماعة، وإن كنتم منفردا ولا عندك جماعة تصلي منفردا على التوقيت. إذا كان الأذان أنه فيه شك أو فيه عدم تقيد اتركه واتبع التوقيت في البلد. نعم.